السلام عليكم كاملين، كي دايرين بخير؟ اليوم واحد لا فيديو جديد ان شاء الله. هاد لا فيديو هذا غادي نجيو نصورو فيه فيرما ديال تيري. المهم معانا هنايا ابناء المنطقه، غادي يوريكم هنايا كل بلاصه وشنو كان الدور ديالها شحال هادي. المهم نقدم لكم. السلام عليكم. المهم حسن ولد المنطقه جاي هنايا تقريبا في 90 و قبل هو 28 عام. المهم عارف بزاف بزاف هاد المنطقه. حنايا دابا غادي نكملو لكم لا فيديو كما العاده. مازال معنا حسن من ابناء المنطقه. المهم هاد البلاصه حسن تقدر توريها لنا، تقول لنا شنو كانوا كيديروا فيها؟ بالنسبه لهاد البلاصه اللي كتشوفوها كما كتشوفوا دابا كتلاحظوا فيها ديال كوري ديال العودان، بالنسبه ديال العودان كاين الجوره هنايا. بالنسبه لهاد البلاصه ثاني فيها الاخر كتحط هاد دابا هادو هنا في كانوا كيحطوا الماكله ديال الخيل وداك الشيء. هاد الشيء كان في الفتره الاستعماريه، وكنا من منطقة البلاصة هذه حتى هي فيها سميتها كتعزف فيها العودان الصغار. العود هاد البلاصة هذه كانوا كيديروا فيها الخيل الصغير، كيقاوموا المجورة ديالو كيعزلوا الماء. هادو هما المجورة هنا ديالهم فين كانوا كيعطيوهم الماكلة وداك الشيء. وحتى هاد البلاصة هذه حتى هي. المهم بعدا كنشكروا حسن على الوقت اللي ديالو اللي بعدا كنشكروا حسن على الوقت ديالو اللي عطانا، واخا كان عنده مهدار وكان مرون وبقى معانا حتى نكملوا ان شاء الله لا فيديو. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش المنطقه ديال سيدي مروف بزاف، نشير الى ان هذه الفيرما هذه كانت ديال الاب ديال الملاكم الفرنسي مارسيل سيردون، بطل العالم في الملاكمه، اللي كان احيانا في العطل الصيفيه كيجي مع الصديقه ديالو المغنيه ايديت بياف اللي كانت كتجي معاه هنايا المنطقة سيدي معروف وبوسكورة والنواحي. كيف كتشوفوا يعني لمزيد من التوضيح كما كيقولوا، شوفوا هاد الأجهزة اللي كانوا خدامين بها الناس في يعني في العشرينات والثلاثينات. ماتيريال هذا تراكتور، هذا تراكتور اللي شني، هذا عنده الصمت، هذا ما عندوش الرويد ديال الكاوتشو، عنده هاد السماطي ديال الحديد ما كيوقفش، هذا كي كيما كانت الأرض فيها الحجارة ولا شي حاجة ما كيوقفش كيمشي. هذا واحد كاميو من يعني داكشي فينتيج، هاد المارك ما بقاتش دابا، ديما جات الشركات وداك الشيء، ربما شراتي شي شركه اخرى. هذه البيرلي، هاد لا ماركه راه قديمه بيرلي، هذه ما عرفتش شنو هي، هذه واش فولكس فاغن، راه غالبا فولكس فاغن وقلا المانيا. هذه ايركات فرنسا، هذيك سيتروين، هذه ربما هاد الايركات باقا فيها الاسم ديال الشركه اللي كان المقر ديالها بشاري محمد الخامس. المهم هذا واحد التراكتور في الوقت اللي كانوا هنايا شادين هاد البلاصه كان خدام هنايا، خليكم عادي حتى هو يعطيكم معلومات عليه. المهم التراكتور راه كيبان قديم، وعادة داكشي القديم كيكون ديزل يعني مازوط. هذا بان لينا ربما الا قربتي هنا شي واحد البوجي، بوجي كان بغي ديماري واقيلا. المهم كيبان لينا هنا هو عادة داكشي القديم كان مازوط ديزل، ولكن هذا فيه بوجي وميريكان، يعني هذا راه كان ليسانس، يعني الناس من بكري هما كيخدموا بليسانس. يعني راه هذا جاي من الميريكان، هذا قاطع المحيط الاطلسي وجا تال هنا باش يخدم ديك الآلة ديال الحصاد. ماتادور، ماتادور هادشي ديال اللاتينو دابا ليا الاسبانش هنايا فينتيج ماتادور.